أهلا أصدقائي، صراحة بعد مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد أمس وعدم تأهل المان للدور القادم وخروج كريستيانو بتلك الطريقة، صراحة حزنت حزنا يعني شديدا. وحين تذكرت بأن ميسي كذلك يعني خارج في من نفس الدور، دور 16، يعني شيء غريب صراحة ما يحدث لهذين الأسطورتان. صراحة يعني صراحة هذا جد جد محزن، لأن صراحة الأسطورتان يعني يستحقون فرق أفضل بكثير. صراحة لا يمكن أن يكون لاعب في فريق هو دائما أن يكون في الطوب وهو المنقذ الوحيد. يعني ميسي وكريستيانو ليس دائما عليهم أن يكونوا هم المنقذين لفرقهم. يعني صراحة هذا محزن جدا صراحة. والآن مع خروج الأسطورتان، فنحن كمشجعين لهذه الأسطورتان يعني من نشجع مثلا؟ صراحة غريب جدا ما يحدث، والله غريب يعني للأسف الشديد. دابا ظلت ريال مدريد ونتمنى صراحة أن يفوز بدوري الأبطال لهذه السنة صراحة. والله يعني حزن غريب صراحة. ترى يعني نجمان يعني بقدر ميسي وكريستيانو يخرجون من دور 16 يعني على التوالي، يعني للأسف صعب جدا صراحة.